السلام عليكم مشاهدين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم على قناة مطبخنا كيتشن. حابة أرحب بالمشتركين الجداد وبقول لكم نورتوني على القناة. النهاردة مطبخنا هيقدم لكم شوربة السيفود بتكتها الحلوة اللي تخليها زي بتاعة المطاعم. وقبل ما أبدأ الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للقناة، وكمان فعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وللمقادير النهاردة نحتاج جمبري، كابوريا، بلح بحر، كاليماري، جزر، كرفس، بصلة كبيرة، ملح، كزبرة ناشفة، كمون، فلفل اسود، ثوم مبشور، صلصة، نص كوباية لبن، ومعلقة كبيرة 2 معلقة كبيرة دقيق. وكمان هنحتاج 2 معلقة زبدة و2 معلقة زيت. وزي ما احنا شايفين الجمبري بتاعنا هيكون بالقشر بتاعه، بس نكون منظفين ظهره بالشكل ده. والكابوريا كمان هنكون قاسمينها بالنص، يعني مقسومة نصين، وشايلين الظهر بتاعه اللي هي القشرة الناشفة بتاعة الكابوريا. أول حاجة هنعملها دلوقتي هنحط الزبدة على النار مع الزيت، وهننزل عليها بالبصلة بتاعتنا زي ما احنا شايفين هي بصلة متقطعة قطع صغيرة، وكمان هننزل عليها بالثوم وهنقلبهم كويس. هنشوحهم تشويحة خفيفة في البصل، قصدي في الزيت، وهننزل عليهم بالكاليماري وبلح البحر اللي احنا مقطعينه قطع صغيرة. هنقلبهم ونشوحهم في الزيت تشويحة خفيفة، وبعد كده هننزل عليهم بالجمبري. وزي ما قلت بنسيب الجمبري بالقشر بتاعه علشان ده بيدي نكهة حلوة جدا للشوربة. أهم حاجة يكون متنضف كويس، وشايلين الجزء الخط الأسود اللي بيكون في ظهر الجمبري. بعد كده هننزل عليهم بالكابوريا وهنقلبهم كلك سوا. بعد كده هنضيف الجزر، وكمان هنضيف الكرفس. وطبعا لو عندكم كرفس عيدان يفضل كده، ما كانش عندي وقتها كرفس عيدان فاستخدمت الكرفس العادي. وهنضيف المية السخنة، وبعد كده هنضيف الصلصة. انا ضفت تقريبا 5 معالق صلصة، ده اللي هيدي اللون الاصفر ده للشوربة. وهنسيبها تغلي غلوة صغيرة. بعد كده هنقلب الدقيق مع اللبن وهنضيفه للشوربة. ولو احنا حابين الشوربة بتاعتنا تبقى كريمي اكتر هنزود الدقيق، وهنحط كمان عليهم كريمة. بعد كده هنضيف البهارات بتاعتنا وهنقلب الشوربة كويس، وهنسيب الشوربة على النار لمدة نص ساعة تستوي. وزي ما حضراتكم شايفين ده كان الشكل النهائي للشوربة. مش عايزة اقول لكم الطعم والريحة حكاية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اكتبولي رأيكم في التعليقات. لو حابين وصفة أكلة معينة كمان اكتبولي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للقناة، وكمان فعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.